الرئيسية والأشواط الماضية، فشكرا جزيلا له. أما في هذه اللحظات فينطلق بحفظ من الله ورعايته هذا الشوط، شوطنا 24، وهذا الشوط يحمل أيضا فئة البكار. أنطلق هنا في رحلة البحث عن الفائزة هنا في هذا الشوط بين هذه الشعارات اللامعة هنا التي بدأت تتناثر هنا على أرضية الميدان لتشكل هنا لتشكل رونقا خاصا بهذا الميدان الذي لا يحلو ولا يزهو إلا بوجود هذه الشعارات. أنطلق إذن مع العزوم، العزوم في المقدمة هناك لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وتليها على ثاني المراكز هذه القادمة الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء كما يقول إخواني المعلقين لحمد بن علي الكريبي المري، ولكن جاوزت هنا في هذه اللحظات من تحمل رقم 30 الشاهنية لفرج بن حمد بن عوض في ثاني المراكز، وتبقى في ثالث المراكز هناك إذا نوادر لمحمد بن جبر بن عبد الله الهاجري مع نوادر، وفي رابع مراكزنا أعود إلى الغزيل لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ، وفي خامس المراكز أرى الاندفاع والدخول من جانب الشاهنية لمسفر بن محمد آل محميد. إذا هذه إذاعتنا وعودتنا في هذه اللحظات إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى اللي في الصدارة دائما كما عودناكم. بعدما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة الكيلومتر الأخير التي تنذر الجميع بأنه لم يتبقى إلا 900 متر في هذه اللحظات، وبقيادة وريادة العزوم لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وعزومها قوية، مبين أن عزومها قوية على انتزاع نقطة هذا الشوط وتسجيل اسمها بأحرف من ذهب هنا في هذه الشارة، شارة بن وسام ثاني المراكز الشاهنية، وتعود الملكية لمسفر بن محمد آل محميد في ثاني المراكز. ثالث المراكز هناك هذه نوادر لمحمد بن جبر بن عبد الله الهادري. هذه ثلاثيتنا، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، الثلاث اللي شكل مثلث برمودا هنا. إذا خلونا مع الصدارة، خلونا مع الريادة، خلونا مع الإثارة والقوة هناك، والمعركة الطاحنة التي يدور رحاها ما بين العزوم اللي في المقدمة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وما بين اللي في ثاني المراكز لمسفر بن محمد آل محميد. ولكن خلوني مع العزوم، خلوني مع العزوم، جاتكم العزوم اللي في المقدمة، العزوم ويا حالات العزوم. الله 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 الله، وصدق من قال السبوق تريح أعصابك، تشتهر ويذيع طاريها لو تعشيها على ثيابك، ما تضيع مروتك فيها يا بن جبر، ما تضيع مروتك في العزوم اللي عزمت وانتزعت ناموس هذا الشوط. إن لم يكن هناك تغيير في هذه اللحظات، ولكن تهانينا والناموس لمالك العزوم لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وفي ثاني المراكز اللي ما قصرت والشاهنية لمسفر بن محمد آل محميد، وفي ثالث المراكز ما قصرت أيضا هذه نوادر لمحمد بن جبر بن عبد الله الهاجري. التوقيت الزمني 3:04:18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.